استاذ سامي، المنشآت الرياضية الجديدة اعتقد ممثل فيها كل الاستاذ محمود طبعا والاستاذ جمال بيقولوا كل المنشآت الرياضية الجديدة سواء عصا الجديدة سواء هي تتوفر لها المقومات جاهزة لحد كبير جدا واصبحت متطورة، و السيستم يعني التواصل يعني في سيطره افضل من الضبط والربط يعني بالظبط بالظبط. يعني انا بضيف حاجه الاستاذ محمود قالها ان الصحه هنا بتدعم عوده الجماهير ازاي. يعني انا بطرح حاجه من خلال البرنامج ان ده يكون حافز اكتر ان ما حدش يخش الا المتطعم. يعني دي فكره، يعني دي هتبقى حافز كبير جدا ان اللي يخش لازم يكون مطعم ويثبت ده الكترونيا على موبايل بتاعه. ان ده احنا بنواجه في مصر يعني شويه كسل شويه في تطعيمات الكورونا. اذا كان هو اللي منعنا دلوقتي مش هنقول الامن، ولكن تطعيم الكورونا والتجمعات، طب لازم الناس دي تكون داخله في امان ومتامنه كويس وفي تباعد كويس موجود، بس شرط التطعيم ده هيكون حافز كبير جدا ان تلاقي مصر مثلا في نص سيزون متطعمت كلها. يعني أوكي. يعني دي نقطه بطرحها من خلال البرنامج. طبعا يعني الجمهور بالنسبه للكوره هو روحها، هو طبعا. يعني وطعمها الحلو يعني. فده بالتالي يعني انا بتألم جدا لما بشوف ملاعبنا صامته خاليه من الجماهير. كل الناس الحقيقه يعني ده يعني شيء صحيح. يعني وفي نفس الوقت زي ما قال الاستاذ محمود اوروبا ابتدت ترجع، رغم ان اوروبا ما زالت تعاني من جائحه كورونا لحد ما، لكن الجمهور في سيطره لحد كبير جدا، وعوده الجمهور دي مهمه جدا وهتساهم في يعني قيمه فرق الانديه كلها. النهارده يعني كل اللاعبين بيدوروا على الاهلي والزمالك عشان بطولات، قريبين من البطولات. لكن كان في احنا انا كنت بروح ماتش اهلي وطنطا الاقي الملعب كله مليان مشجعين طنطا يعني، او مثلا الاهلي واي نادي غزل المحله هنا السويس فطبعا يعني الهيمنه الجماهيريه في المحافظات دي كمان مطلوبة. ده مهم جدا الفترة اللي جاية. مطلوبة المرحلة الجاية إن شاء الله.